طفل نمبر 1 ما عندوش لاعب قادر على تعويض كريم فؤاد في الاهلي، حسين الشحات، عمار حمدي بعد شفائه، ولا في لاعب تاني؟ لا اعتقد حسين الشحات لانه نازل افضل لاعب في الاهلي حتى الان. علي معلول، السوليه، محمد عبد المنعم. لا شايف محمد عبد المنعم. صفقه لم تقدم المنتظر منها حتى الان في سامسون في الاهلي، سامسون في الزمالك، سافيو في الاهلي، ولا ايبوكا في سيراميكا؟ لا انا شايف الثلاثه، اختار واحد. سامسون. افضل مدرب في الدوري خارج القطبين، علي ماهر، ايمن الرمادي، احمد سامي. طبعا كابتن ايمن الرمادي طبعا. مدرب تتوقع رحيله قريبا، احمد ايوب، حرس الحدود، رضا شحاته، الداخليه، ايهاب جلال لسه جاي يا محمد، حرام عليك التيل. لا بس النتائج مش مساعده، النتائج مش مساعده، اتوقع ان هو ممكن لسه بدري. لا كان لسه بدري مع فرقه كويسه ومعذور عشان ما عندوش كده اصلا، لكن اعتقد يعني رضا شحاته. افضل محترف في الدوري لغايه دلوقتي، دغموم المصري، عبد الكبير الوادي، فيوتشر، اوموتو، الاتحاد. عبد الكبير الوادي. افضل لاعب في الدوري لغايه دلوقتي، احمد الشيخ، المحلة، زيزو، الزمالك، علي معلول، الاهلي. علي معلول. افضل مدرب في الجوله اللي فاتت، طلعت يوسف، امبي، كولر، الاهلي، ايمن الرمادي، اسوان. ايمن الرمادي اسوان طبعا. ايمن الرمادي. بكره ان شاء الله ام بي مع الاهلي الساعه 5، الزمالك مع الداخليه الساعه 7، يوم السبت بيراميدز مع غزل المحله، المصري مع الاتحاد السكندري، سيراميك كليوباترا مع فيوتشر، الحد، حرس الحدود مع الاسماعيلي الساعه 3 الا ربع، البنك الاهلي مع اسوان، سموحه مع فاركو الساعه 7، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب. كابتن محمود ابو